السلام عليكم، معكم حمزة رشيد من مدونة ستار بلوغر. اليوم جايبين لكم واحد الشرح بسيط ديال تسجيل بنكة إلكترونية اللي كتمنحك كارت غيشي أو كارت مستر كارت كتجيك تم المنزل ديالك. كندخل على هذا الرابط اللي تحت الشاشة، كندير السيجن أب. انا ديجا كنت معمر المعلومات ديالي، كتجي ستار هير كدير فيها النوم الاسم والكنية تاعك، كدير الجنسية تاعك، يعني خاصك دير المعلومات كاملة حقيقية. مثلا في حالة ما كنت ديجا مقيد وبغيتي تجيك مرة اخرى، بحال مثلا انا كنت مقيد بحمزة رشيد، كتجي هنا كدير اير ماجستير رشيد، كتبقى رشيد كتبقى كدير كدير اش كبيرة حمزة، كتقلبهم كدير المعلومات هنا، كدير الايميل كتأكدوا، ولكن الايميل خاصك دير كمان هادو اللي ديجا كان تقيد وعاود تقيد، تبدل الايميل ديالك. هادي كليك هير انتفر، كتكليكي في حالة ما الا كنتي باغي تدخل شي صديق معاك. معلينا هنا كتهبط ستوب، كدير هنا كيقول لك عطيه المعلومات قبل ماشي المشكل. انا كنت معمر ديجا كيف راه ماشي كنديرو هنا الايميل تاعنا، كنكونفيرمي وكنتاكدو، كنهبط كندير موروكو، كنهبط كندير العنوان البيت تاعي، العنوان البيت تاعك خاصك ديرو حقيقي. سيتي لايون 7000 كود بوست على حساب المدينة اللي فيها انت، نمرة التليفون كدير ستوب، كدير باسورد، كدير شي سؤال سيكيوريتي نو مثلا، هنا سيدي كت اي دي نو شنو ما عرفتيش اي دي نو، كيدير ارقام ما كيعرفش شنو اي دي نو. اي دي نو هو نيميرو لاكارت ديالك، نيميرو لاكارت ديالك. فعلا شحال من واحد دابا كيقول نيميرو لاكارت ولكن ما كيزعمش، بالعكس هما كيحموا ريوسهم وحتى انت راسك كتحمي معاهم. مثلا حنا في المغرب هنا اللي باغي دير كارت كيشي خاصك يعني واحد المبلغ تدخل في البنكة، وخاصك شي اوراق تمشي للبلدية ايغليزاسيون، تمشي لهادي تهبط لهادي، هادي بنكة الكترونية طاطاطا كتعمرها كتجيك حتى للدار. يعني تقد تستافد بها، كتخدم مع شي شركة هادي كتعطيك السحب ديالها كتعطيك عندي المشكلة هنا كيقولوا لي تانكيو. نمشي دابا للجمايل تاعي، الجمايل باش تقيد كما
كتشوفو باقي ما جا الميساج. هاهو ميساج جا بيور كارت كونفيغ كونفيرم. يعني دابا المعلومات ديالك وصلهم هما، دابا غادي يقراو المعلومات ديالك. هادي هو السيد وجديجه كنقيد معنا لا هادي، ففي حاله ما كيوافقوا عليك كتدخل هنا للسيت كتلقى هاد m/a تبدلت، غادا فيها اربعه الارقام بعض الارقام من اللور، وكتدخل هنا الكمايل تاعك كتلقاهم صيفطين لك ميساج بان راه تقبل الكونت تاعك. هذا ما كان، نشكر جميع المشاهدين الكرام، نشكرهم على التتبع ديالهم هذه الحلقه. ان شاء الله الحلقه الجايه نديروها الربح المال من الانترنت، باش تربح المال وتستفد بالكارطة قليشي ان شاء الله. اما كارطة قليشي ان شاء الله مازال عندها درس اخر، من غادي توصل في كارطة قليشي للدار عملية الاكتيفاسيون تاع من توصل في الدار وتشدها غادي ديرها تاني درس ديال الاكتيفاسيون، بس اكتيفيا تعود خدامة. يلا نخليكم ان شاء الله مع درس اخر. تبارك الله عليكم.